السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بإذن الله سوف نعرض الاختبار لمادة الرياضيات للصف الخامس الفصل الدراسي الثاني. هنا حوط احتمال ظهور صورة عند رامي القطعة المعدنية. طبعا القطعة المعدنية يوجد هنا صورة وفي الخلف يوجد رقم، فتكون الإجابة ماذا؟ متساوية. اكتب المنوال في الصورة. طبعا المنوال هو الرقم الأكثر تكرارا لدينا 7. المنوال هنا لدينا ماذا؟ فراولة، فنكتب فراولة. أكبر من وأصغر من، هنا 9.8 وهنا 9.0، فالأكبر هنا، هنا 4.5 وهنا 4.1، أيضا الأكبر هنا. أرسم خطا مستقيما طوله 5 ملم. طبعا 5 ملم يوم نحولها إلى سنتيمتر تصبح 5.7 سنتيمتر، فنرسم هنا 5.7 سنتيمتر. الآن ننتقل للصفحة التي تليها عندنا هنا. أرسم الخط البياني، أرسم الخط المقابل يعرض، أو الرسم البياني الخط المقابل يعرض التغيرات التي حدثت في درجة الحرارة خلال الفترة الصباحية. وصلت درجة الحرارة 11 درجة سيليزية في الساعة 12 ظهرا. وضح ذلك من خلال الرسم البياني المقابل. طبعا عندنا هنا عندنا كم نكملها إلى أن تصبح 12، نقوم بإكمال الرسمة لكي تصبح 12 ظهرا. أكتب النسب المئوية للكسر 3. طبعا النسبة المئوية للكسر 3 هو 30%. حصل 60% من الطلاب الصف الخامس على درجة النهائية في مادة الرياضيات. اكتب نسبة الطلاب الذين لم يحصلوا على درجة النهائية، طبعا 40%، لأنه 60 و40 يساوي 100%. فإحنا أخذنا هنا 60، تبقت 40. أنا عدد 10 موجود في منتصف المسافة بين عددين كاملين. عند تقريبي لعدد كامل أصبح 24. فمن أنا؟ هي 33.5. عند تقريبها تصبح 34. عفوا، هذه هي الإجابات. أتمنى نشر هذا الفيديو لطلاب الصف الخامس لتعم الفائدة، وكذلك الاشتراك في القناة. وشكرا لكم على حسن الاستماع، وانتظرونا بإذن الله في الفيديوهات القادمة.